اصعد لازم منه كفتر. اذا طولت فيديو راح اسوي جزئين اذا طولت يعني. والناس ولو حتى اذا اسوي 30 دقيقة ما اعتقد انه احد راح يمل من هيج اجواء، بس ما يختلف. هذا شنو رايكم وقف احنا نسوي هذه قاعدة كلها مشغولة قاعد صور فراس السنة ان شاء الله اذا جيت اسوي لقاءات مع الروس ونسألهم شنو شعورهم شنو يعني هاي السوالف. يا الناس شيء هاي شوي أغنية بس لا يحطون حلي فوق نشر ما تزعاجات إذا صور فيديو يطلع أغنية فوق نشر أول ثاني شغلته بس لا في حلق نشر туда Максим туда اوبرا بس نغايب يمكن اكيد يحفظ نشر افتت هذا تسح لك ديت ماروز Андрюш, пойдешь, ты проверишь? А там еще есть.
هاي قبل شوية كنت قاعد الصورة سيلفي كان تجي بنايا روسيك وقت قدامي كان سويت كانت أقف ورايا تاخذ الصورة كان من أخذ الصورة كانت تضحك وراحة هاي هاي مرات تصير هاي مرات تصير مثلا تجي تاخذ صورة تجي واحد تقف وراك تاخذ صورة أو أي أحد هي هاي الشيء قاموني قد ما افتر واحد ميمل صراحة اروح هناك هذا يصور شرع النورة نوفا جولدا يعني سنة سعيدة سنة جديدة سعيدة نوفا جولدا الدنيا مراج الدنيا يعني عيد ميلاد سعيد نوفا جولدا هسا براس سنة من ثنا واحد جولدا نوفا جولدا يعني سنة جديدة سعيدة شحن التليفون راح يخلص بس واحد راح يخلص الفيديو ما بقى شيء خلاص هاي الكويت نيجي أشجار وهشجار طبعا هاي ولا شيء بالنسبة للي راح يصير بنهاية هذا الشهر ولا تنسوا خليكم مشتركين وفعلين زر الجرس وإذا وصلت هذه القناة قبل نهاية السنة الدراسية مو قبل نهاية هاي السنة قبل السنة الدراسية إذا يعني من خلص دوام إذا وصل 10,000 مشترك راح أروح مدينة الأشباح مثل ما قلت في الفيديو السابق اللي هو مال مميزات العيوب دراسة بموسكو أروح مدينة الأشباح اللي هي بالقطب الشمالي مال روسيا أتصرف هناك الأجواء وشو نهاية المدينة ويسووا حملة توصيل إلى 10,000 مشترك وإن شاء الله نوصل 10,000 بأقرب وقت هنا نكون وصلت لهذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وعجبكم التحضيرات
واذا عجبكم تنسوا تضغطون لايك وتشتركون بالقناه اذا مشتركين. فعلا انت الرجال. مع السلامه.